السلام عليكم. اليوم راح نشرح على شجرة احنا نسميها بالعراقي الكالبتوس او القلمطوز او عدة اسماء لها، يعني بلاد الشام تسمى بالكينة، وبمصر تسمى بالكافور. طبعا هي من الفصيلة الاستوائية وتنمو يعني ويصير جذعها قوي واخشابها الصلبة. طبعا ارتفاعها تقريبا يعني حسب المناطق مالتها والبيئة يعني مالتها، يعني طول 30 متر، اكثر من 30 متر، امرار 15 متر، 20 متر، حسب يعني الارض مالتها والمكان مالتها. طبعا هي تتحمل اشد درجات الحرارة والبرودة هماتها، وبيها فوائد هواية يعني صحية، هسه نشرح واحدة واحدة. وزراعتها طبعا تزرع بالبذور، البذور مالتها هسه هاي بيها بذور، وتنزرع بالترقيد الهوائي يعني تنجح، بالأقلام يعني هم تنجح، وبيها يعني فوائد طبية وصحية وتفيد هواية تفيد. تعودها يعني الشجرة، يعني شجرة الجبال الأنديس في الغابات الاستوائية في غرب أمريكا الجنوبية، يعني هاي تعود لها. طبعا هاي الشجرة بيها فوائد يعني قلنا صحية، تعزز جهاز التنفسي وتفيد يعني نزلات البرد، وطبعا بعد بيها ما ذاكرين هاي هواي يعني بيها هاي ناخذ الاوراق مالتها هاي ونغليها بالماء، تفيد يعني عند رمل، تفيد الرمل هاي. طبعا هذا النوع، انا ما احكي على كل الانواع، هذا النوع انا بالاخص، وهذا النوع هسه هذا النوع هذا قديما يسمونه تصير الورقة مالته رفيعة وطويلة، هاي هذا النوع تصير به عطر ونفاذية يعني قوية، كلش قوية. هذا يسمونه قبل يعني اهل قبل يسمونه، احنا هي مو اسمه، مو تسميته العلمية، يسمونه سيسبانة، بس هي مو سيسبانة، سيسبانة شجرة تختلف يعني، لان هاي بها فائدة يعني صحية يعني للرمل، هاي ما تخلي رمل، تنزل الرمل، هذا تاخذ الاوراق مالته وتغليها تفيد للرمل، يعني ما تخلي رمل، عنده رمل. الحصو ما ادري يعني، انا ادري بيها الحصو هم يعني، بس مو مثل الرمل، الرمل لا تنزله ما تخلي رمل. طبعا هاي تفيد النزلات الانفلونزا يعني البرد يعني، و هم نفس الشيء يعني ناخذهن نغليها وخليها مثل يوصل درجة الغليان ومدة نص ساعة أو أكثر من نص ساعة، ويعني ببطانية وتتقطع وظل الشمر الريحة مالته بيه، طبعا يعني نفاذية كلش قوية. هذا يستخدمون الأوراق مالته يعني زيوت يستخدمونها، يعني يدخل بهواي يعني هواي شغلات تحضير يعني مال طبية. طبعا تفيد هي يعني هاي الشجرة تفيد للجلد يعني، وتفيد بعد هم السكر، تخفض السكر بالدم يعني، تستخدمها لتخفيض السكر بالدم. وبعد يستخدمونها هاي يسمونها الأمراض، طبعا الملاريا يستخدمونها، ياخذونها يسمونها هذا بالجذع، يستخدمونها شلون يعني شلون الطحين يستخرجون من عنده هذا المادة، يسمونها بالكينة، فهاي ياخذونها تفيد الملاريا يعني، وتفيد هواي يعني هاي قبل سابقا ماكو لها يعني هاي علاج، يعني هاي تنتقل، انتشرت بالبعوض وقامت يعني هاي الاشجار ياخذون اللحاء مالتها طبعا. وقبل العند هاي الاشجار يقدر يعني يستخدمونها خاصة بالحروب قدم يعني القديمة، هاي الحروب ياخذون اللحاء مالتها لان هاي تنتشر الملاريا، فهم ياخذون هذا اللحاء مالتها وبوقتها يعني قضوا عليها يعني الغابات مالتها، لان هاي قاموا يقصون وياخذون اللحاء مالتها، فالها فوائد، هواي فوائد هاي الشجرة، شجرة معمرة يعني تطلع يعني ودائمة الخضرة، يعني دائمة الخضرة، تبيها يصير تساقط أوراق بداية يعني بالربيع يعني تبدي تجدد، وبيها يعني تفيد النحالين هاي يعني الورد مالتها يصير على شكل عناقيد،
يعني هو هذا يسمونه اليوكاليبتوس، هذا العسل مالته. طبعا قد ما الشجره قويه يقولون هذا يصير يعني شلون المروره به قد قوه الشجره يعني. طبعا بها عده اصناف، بها هواي يعني حول العالم. هاي الاشجار تقريبا ما يقارب بها 500 نوعيه. هاي الموجودات اكو طبعا هسه قلنا هذا نوع، واكو نوع يسمونه قوز قزح يصير بالجذع مالته، واكو يحمل على شكل اجراس، واكو اخضر، واكو بيها هواي، واكو الورقة تصير اعرض واشكال بيها من الاصفر والالوان، الوان الوان اشكال يعني. وراح نتعلم فترة هم شلون نزرع البذور مالته، لان هو اغلب العالم من يزرعها يقول ما تنجح. الاقلام تنجح، بالترقيد الهوائي هم تنجح، وان شاء الله احنا فتره وننزل يعني عليها، ننزل يعني عليها. طبعا هاي بعد فتره احنا راح ننزل يعني شلون زرعه البذور مالتها، وننزل الترقيد الهوائي والاقلام يعني نزرعها شلون نزرعها. فهي هاي اللي يصير مثل ما قلنا شجره صلبه والاخشاب مالتها كلش قويه. ف ان شاء الله ننزل فيديوهات عليها. وهاي الشجره هسه احنا زارعينها، هسه هاي صار لها تقريبا يعني ما كملت 3 سنوات، هاي 2.5 سنين تقريبا. طبعا الارتفاع صارت تقريبا اكثر من 5 امتار زارعينها. اول تبدي اول سنه وثاني سنه نقدر يعني ننطيها مثل ما نقول مقذيات، او ننطيها سماد حيواني بالبدايه، يعني بالبدايه قبل لا نزرعها نخلي جوا. وهي النوبة من وراء 3 سنوات بعد هي ما تحتاج، هي تصير جذورها قوية وتنبت بالأرض، وهي تظل تمتص وتصير قوية كلش قوية. طبعا سريعة النمو مثل ما قلنا، هسه تقريبا هاي أكثر من 5 أمتار، 5.5 أمتار، احنا زارعينها هسه ما كملت 3 سنوات بعدها. شجر قوية وتفيد يعني للحدائق، تفيد لل يعني تنزرع داير دوار الارض يعني بالارض يعني كسياج مصدات للرياح، واحسن من الكابرس. طبعا مثل ما قلنا فوائد بيها هواي. وطبعا هاي الاوراق مالتها فد عطر ريحه نفاذه بيها تصير، يعني هاي تفيد حتى الامراض هاي اللي قلنا الانفلونزا، او هسه هذا الجاي هذا المرض الجديد كوفيد 19. يعني هذا طبعا هذا حتى لو ما تقضي عليه توصل مرحلة يعني الإنسان يعني يظل يتنفس براحته، لأن هاي بيها نفاذية وعطر كلش قوي. يعني أنا ليش سجيت على هاي بالضبط، هاي يعني الأوراق مالتها سيصير رفيعة وطويلة. وطبعا أكو يعني مثل ما نقول جماعة يقولون ذكر وأنثى، يعني هسه هاي الاوراق رفيعه يقولون ذكر، بس هي ما بيها ذكر وانثى، لان هي ما تحمل اثنيناتهن نفس الشيء. تصير هذا بهاي الشكل يعني البذور مالتها، تصير بس بذور للزينه فقط. طبعا هاي للزينه فقط، هاي تحمل هيك هاي البذور مالتها. طبعا من ورا ما تجف تالي واحد يقدر ياخذها ويزرعها، بس الطريقة مالتها يعني هاي البذور مالتها، أي بذور إذا ما تزرعها باحترافية ما تنبت، وحتى لو تنبت تموت. فهاي البذور مالتها، والبقية ذكرني هم بيها يعني بذور، بيهن هم بيهن بذور، يعني ما بيها حمل يصير، مثل ما قلنا للزينة فقط. طبعا تفيد قلنا للحدائق عامة، للشوارع تنزرع. طبعا الشجره هاي تتحمل اشد درجات الحراره، ما يهمها النمو مالتها مستمر، رقم درجه الحراره وصلت فوق ال 50 يعني 53 55 متحمله، وبيها هاي نموات كلش قويه. واي واحد احنا ننصح بزراعتها، لان يعني هاي تفيد مصدات رياح كشكل حلو يعني نمو، يعني وما تصيبها الامراض، امراض ما تصيبها، لان يعني هاي مثل ما قلنا يعني الاوراق مالتها بيها ريحه نفاذيه كلش قويه، يعني ما تعيش عليها لا عناكب، لا تعيش عليها، ما بيها كل امراض ما بيها. وجاذبه للنحل، يعني النحالين تفيد، يعني يزرعونها النحالين هاي مثل ما قلنا عسل اليوكاليبتوز او قلمطوز احنا نسميها. واللي يحب يزرعها، اي واحد يحب يزرعها يعني
انا افضل يعني احسن من هواي اشجار، يعني مثل ما قلنا هذا الكابرس، هذا الكابرس مضار اكثر من عنده، فهاي الشجره حلوه تفيد يعني، واللي يحب اي واحد. السلام عليكم.